بالعام 2016 ممارسات بترجعنا لزمن الوحشية والاستعباد، زمن يحاول أن يرجعنا إليه الإرهاب المتمثل اليوم بداعش. بافرين أوسو شابة أيزيدية اختطفت من قبل عناصر التنظيم وتعرضت لأبشع أنواع الاغتصاب والتعذيب قبل ما تتمكن من الفرار، وهي اليوم عم تنقل إلى العالم تجربتها، وقد استضاف مؤتمر نساء على خطوط المواجهة اللي بتنظمه مؤسسة ماشدية إلى جانب النساء يواجهن داعش بوسائل مختلفة. أنا ظليت سنتين بالمواصل، بس مو بس بالمواصل، يعني من سنجار من كوجو إلى الرقة، يعني الرمبوسي تلعفر بالمواصل بسجن بادوش كل الأماكن أنا افتريت، ومو بس يعني بس آخر روح، لا كل مرة واحد يشتريني أو واحد يغتصبني، واحد يأخذني، الواحد يبيعني لله، هذه حياتهم. حتى قالت لي مزياني باعوني 16 مرة، هذا قبل سنتين، يجي يأخذها يشتريها يغتصبها ينطيها لآخر. نعم، لا مو بس مشترى، يهديها. أخذني واحد من جيران أهل كوجو اللي يعرفونا، أخذني وحجزني تقريبا مدى سنة ونص تقريبا بالموصل، هو نفذ عملية انتحارية، وأني على أساس اعتقوني سووني مسلمة حرة على أساس بأقوالهم، وأني حاولت، قالوا لي المرأة إذا رجلها يموت عدة المسلمة 4 أشهر 10 أيام مذكورة بالقرآن، قالوا لي ورا ما تخلص العدة تأخذين أخوه، واني انهزمت هربت واستطعت اهرب على بيت مسلم، هم المسلمين باعوني على الاهل، يحاولون شي يسوون بينا بس تنطينا القوه حتى نعلم غيرنا.